يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي ما أدري، أنا مزوجين أبوي ولا أعوذ بالله مقيم عزامه. الزواج شرع الله سبحانه وتعالى، الواحد يفرح به ويهني ويبارك، مناسبة استئناس وفرح وسرور، ما هو بينقلب أعوذ بالله سوالف ودخول بالنيات وشيء. أقسم بالله العظيم إني الواحد داخل وده يفرح أبوه وينصدم باللي يشوف، والله شيء مو طبيعي. ولا أدري كيف وصلت الجرأة إلى هالدرجة أن الواحد يتهاون بالنيات والدخول ويفسد الفرح ويفسد المناسبة. يا أخي حس أنها فرحة ابن يبي يفرح أبوه، يا أخي لا تفسد هالفرحة هذه. أول شيء قالوا أنك نكدت على أمك وأنها عقوق في أمك. يا أخي أنتم أعلم مني بأمي وأعلم بحال بيتنا، والله العظيم أن أمي ما درت. يمكن أنت فعلا ما تستوعب هذه ظروفك، هذه بيئتك، هذا وضعك، لكن كل بيت له ظروف يا أخي. إذا أنت الشيء هذا تشوف أنه ما تتوقعه، والله يعلم الله أن أبوي يوم تزوج الثانية على أمي الله يحفظها ويطيل بعمرها هي اللي قيمت بزواجه وباركت له ومقدمت لها الهدية. ويوم جاب يتزوج الثالثة مرت أبوي الثانية هي اللي مخترت لها الثانية. إيش رأيكم؟ كل بيت يا أخي له ظروفه وكل بيت له عاداته، وهذه والله خصوصيات عائلة، وأني والله ما بيها طاري ولا بيتكلم عنها، لكن صدمت بالردة الفعل. ولا اللي يقول لك المقطع اللي انتشر وانه ما ادري ايش الزوجه توفت امها وما من هالسوالف ذي. من الان اختصر لك الموضوع طال عمرك، والله اقسم بالله العظيم ان كل ما قيل في المقطع غير صحيح. اوريك هذا المقطع وانا في الزواج اصور واقول هذه امها. شوف المقطع. هذه الام ما شاء الله مستقبل استقبال طيب. طيب كيف الحين تقول انها ماخذينها من عزا وامها متوفيه وما ادري ايش من هالسوالف؟ لا تقول لي شفت مقطع. المقطع شفته من عبد الرحمن؟ من سناب عبد الرحمن؟ أنا قلته؟ ما قلته. الله سبحانه وتعالى يقول فتبين وأن تصيب قوما بجهالة. والله لو كنت تريد خير أنك تثبت وتبينت، لكن إن كان شرك مليء بالصدر بالأذى وتبي تريد أذى المسلمين وتبي شر المسلمين وتبي تفسد حتى فرحة الناس بزواجهم، أكيد بيطلع منك التصرفات هذه المستعجلة اللي ما تبني على حكم. كان أولى أنك تتثبت وتشوف المقطع صحيح ولا هل المقطع قاله عبد الرحمن، هل طلع من السناب عبد الرحمن ولا لا، ولا أي مقطع بس تركب الكلام على هذا وتركب على الكلام. وين التثبت؟ الناس أعراض الناس ما هي لعبة عندك، لا وأنا أخوك ولا قيل الكلام مني ولا طلع مني أبدا، لا أنا ولا أبوي. وإن كان صحيح وأخذ من عائلة عندهم عزم من هالسوالف اللي قيلت في المقطع، أنا مستعد طال عمرك أعتذر منك وأوقف السناب نهائيا. لا تقول قالها فلان وعلا، فلان وعلا ما هو بنافعك. الله سبحانه وتعالى أنت مسلم وتعرف أحكام الله. الله يقول لك فتبين وأن تصيب قوما بجهالة. الوحيد اللي يدري عن زوجه أبوي، هذه تبقى خصوصية عائلة. أبوي يعرف زوجه ويعرف محن مختارين له وخلاص، وانت ومراعين كل الظروف. حتى الوالد هو بنفسه والله أنه شارط، يقول أبي وحدة متزوجة مسبقا، ما أبي البكر علشان ما أضرب البكر. هو تمت عند عائلة متفهمة وعارفين الوضع، لا عندهم لا عزاء ولا عندهم شيء أبدا، كل اللي يقول غير صحيح. وتمت الخطوبة، فيما تمت الخطبة حتى بورقة رحنا وأقمنا الاحتفالية والمناسبة وفرحنا بالوالد. نبي الفرحة ونبي السعادة، ما هو قيم شرع الله سبحانه وتعالى للسعادة. يروح الوالد ويكمل إجراءاته ويتم الزواج، والله يكتب الخير للجميع. عموما الكلام على عبد الرحمن أنا حسبي الله وحده، لكن الكلام على الوالد عده أبوك. عده أبوك رجل كبير فاضل طبق شرع الله سبحانه وتعالى بأدب واحترام، ما ظلم أحد ولا أخطأ على أحد ولا آذى أحد، وتجي تدخل بالنيات وتتهمه وتأول شيء ما صار ولا هو بحقيقي، وتوذيه وتوذي أسرته وتوذي عياله بأي حق. عده أبوك يا أخي، بأي حق توذيه بكلام غير صحيح؟ بأي حق؟ والله العظيم إنه حرام، والله إنه ما هو من المروءة ولا هو من الأدب ولا هو من الشهامة. إي والله العظيم يا أخي عده أبوك، عده أبوك، عده أبوك، والله إنك تستحي إنه يخرج منك الكلام هذا. فرحة عائلة، هم أدرى بظروفهم، هم مبسوطين، هم يعرفون أمورهم، يعرفون بيتهم وأدرى ببيتهم. إما كنت جاين بخيرك بتهني وتبارك وتشاركهم الفرحة، فلا تجي بشر. كل بيت أدرى يا أخي، وكل بيت له ظروفه. نصيحة، إما كنت سبب في فرح الناس فلا تفسد فرحة الناس، خذها في حياتك كلها.